بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. الحديث عن السايزنج للريفيل، وأنا عندي فيه 4 كيوردات. الكيورد الأول تايني، ده بيديني حجم الريفيل 30% غايد من حجم السكرين اللي أنا بعرض عليها. يعني لو أنا مثلا كتبت الكلاس اللي اسمه تايني، وأنا عارف إن الكلاسات ديت مش بحتاج ما بينها وما بين الكونتنت بتاعها مسافة، لأن تايني دايما بتلاقيها كده ليها، أو تايني وسمول ولارج والكلام ده بتلاقيه دايما كونتنت محجوز في قلب الفريم ورك. فالتايني ريفيل خلينا نشوف شكله كده. لو أنا عملت كليك هلاقي إني أدي الحجم ده، بيقول لي تقريبا هو كان 30% من الحجم بتاعي. السمول هيكون أكبر شوية، حاول تشوف حجم البوكس اللي بيظهر. السمول المفروض ان هو يكون اكبر شويه، فانا لو شلت التايني وكتبت مكانها سمول وجيت انفذ نفس الاكسبريشن مره تانية هيديني اكبر شويه، تقريبا 50%. بس طبعا عشان هي واخده ايه، تحس انها مارجن اوتو زيرو، فتحس انها في منتصف الصفحه. القيمه الثالثه بتكون لارج، وديت على حد كلامه انها بتكون عباره عن 90%، بتسيب هواء مش بس من النواحي اليمين والشمال، برضه تقريبا بتكون مارجن اوتو زيرو. لازم تلاقيها بتظهر في النص عشان الجانب الجمالي ده اكبر شويه. الجانب الاخير اللي هو بيكون عباره عن فول، وفي الجانب ده بتبقى القصه فول سكرين، بتتملي من الشاشه بالكامل. ودي اللي ربما بنشوفها بالذات في البوب اب منيو بتاعت الاعلانات يا شباب. لو انا ضغطت عليها هتلاقي اني تحس انها بتمل الشاشه اني اللي ورا، بس الاعداد مش صفحه طبعا، ده عباره عن ريفيل. لو انت ضغطت الاكس هيرجعك للكونتنت بتاع الصفحه بتاعك. ربما تحس بان انت تهت، فلما تيجي تضغط مفيش باك، هو للاسف مفيش باك لان انت ما رحتش صفحه جديده، انت لازلت موجود في نفس الصفحه، بس ظهرت لك مربع او نافذه حواريه مشتقه منها، ديت كود جافا سكريبت بمنتهى البساطه يعني. فانت لازلت في نفس الصفحه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.